أنا أستاذ عاطف شادي الناقد الرياضي، مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا سيما، ومساء الخير على كل مشاهدينك، وألف مبروك ليك وألف مبروك لمنتخب مصر. الحمد لله، يعني خطوة بسيطة جدا أو بنسبة 99% إن شاء الله منتخبنا في كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون بيه. ان شاء الله باذن الله. الف مبروك طبعا للشعب المصري كله. عايز اعرف من حضرتك بقى تفاصيل المؤتمر الصحفي اللي اقيم بعد المباراه. طيب، خلينا طبعا زي ما قلنا امبارح للمنتخب، الاجواء جميله جدا في كاس منتخب مصر، حاله سعاده كبيره بتسيطر على اللاعبين. مستر اجيري المدير الفني المكسيكي كان في مؤتمر صحفي مع كابتن احمد المحمدي قائد منتخب مصر. يعني اجيري كان كتير دايما كلامه مختصر كده في التوقيت، قال ان احنا اجهد جدا بفريق منتخب سوازيلاند، قال ان المنتخب قوي جدا وفايتر بيلعب على الكوره بمنتهى القوه والحماس، اللي ان انت تاخد منه كوره او تستحوذ على كوره ده شيء صعب جدا، لان هم اجسامهم عاليه وبدنيا اقوياء جدا. احنا لعبنا النهارده على سيستم ان احنا عندنا رغبه في الفوز وتحقيق المكسب علشان نامن تاهلنا لكاس الامم الافريقيه بطولات كبيره جدا. يعني كان بيتكلم على محمد صلاح ودوره مع المنتخب، وقال ان هو مؤثر جدا بالنسبه له، لعيب واحد من افضل لعيب العالم أكيد. ولكن غيابه احنا بنقدر نتعامل معاه بشكل قوي جدا، وبتقدر عندي 23 لعيب بقدر اختار ما بينهم، واعتقد النهارده في مباراه سوازيلاند البودلة ما خيبوش الظن وسجلوا صحيح ونجحنا حق نسجل ونسجل هدفين وقدرنا نتأهل بشكل رسمي. كمان اتكلم في نقطة إن المنتخب ماشي بصورة طيبة، بيسجل 12 هدف حتى الآن تحت قيادة صحيح ياسكو مرماسي، وهدف وحيد كانت المباراة الأخيرة أمام سوازيلاند على أرض القاهرة. فبالتالي إحنا الأمور ماشية كويس. كمان أحمد المحمدي برضو كان ليه تصريح قوي بيقول إن إحنا إحنا هدفنا الصدارة، يعني حتى أحمد المحمدي بيقول إحنا دلوقتي 9 نقط، تونس بتلعب النيجر لو كسبت هتوصل هي كمان وهتبقى عندها 12 نقطة، قال إن إحنا مش هنرضى بالمركز الثاني، إحنا هدفنا إن إحنا هنفوز على تونس وهنفوز على النيجر إن شاء الله في شهر 3 عشان نتأهل ونصعد أول المجموعة، لأن ده هيفرق معانا في التصنيف وقرعه البطوله كاس الامم الافريقيه في اكيد وضعنا اكيد في مجموعه على راس مجموعه، وده شيء كويس جدا بالنسبه لنا. اكيد استاذ عاطف، خليني اسالك، شفت المباراه فنيا، هل منتخب سوازيلاند اللي كان بيقابلنا هنا هو كان نفس المنتخب اللي كان على ارض وسط جمهوره؟ لا، هو خليني اقول لك برضه منتخب سوازيلاند منتخب متواضع والكل يعلم ذلك، يعني شفنا النهارده في الملعب هو منتخب بدنيا قوي ولكن فنيا منتخب ضعيف جدا. منتخب مصر منتخب بيمتلك الحلول الفرديه والمهارات متمثله، يعني على سبيل المثال مثلا احمد حجازي بيقدر حتى لو الملعب مقفول بيقدر يخلص بضربه راسيه، مروان محسن النهارده بيسجل وبرضه بيواصل مسيرته مع التركيز مع المنتخب رغم غيابه على مباراه الاهلي الاخيره. ده شيء كويس يديك طمانينه، المنتخب عنده بدائل وعنده عناصر بتقدر تسجل بره الارض. الجميع حتى لو انت على عند الناس كلها ممكن تتكلم تقول ان المنتخب اصله بيكسب على منتخبات ضعيفه.